امتحانات الفاينل قربت، انا خايفه قوي. هي ليش انت معانا في اللجنه؟ ان شاء الله الرب هيكون معانا ان شاء الله. بس ماشي يلا يلا يلا. ايه انا لسه عايزه اكل فانا بقى. الحمد لله لحقت صلاة الجمعة. أخويا المسلم. أخويا المسيحي يا عم. تعرف ياض أقسم بالله ما حسيت بفرق الديانة ده ما بيني وما بينك. ياض أنا ماليش غيرك في الدنيا دي، أنت أقرب ليا من ناس كتير أوي أعرفها مسلمين. بس في حاجة هموت وأعرفها. في إيه؟ مين فاعل الخير اللي بيدفع العلاج لأمه؟ أديك قلت فاعل خير، تعالى عشان أنا جعان أوي. يا ملك ما تديله فرصة تانية. روح بعد إذنك ما تتكلمش معايا في الحوار ده تاني، ده إنسان مش كويس وطلع مادي وبتاع مصلحته. شوفوا ده يا ابني، ده تعمل في نفسك كل ده عشان خاطر واحده يا ابني؟ في ايه؟ في حد يحب دلوقتي يا ابني؟ بحبها يا وليد، اعمل ايه؟ طيب يا ابني افهم، الحب ده مش موجود دلوقتي غير في الاساطير الخياليه، غير كده مفيش حاجه اسمها حب. وبعدين بقول لكم ايه، انا لخصت لكم المنهج في 10 ورقات بس. ادي يا يا مامي. لا ولا يهمك. يلا يا اخي بسك فضحتين. يلا يا واو سرحان في ايه؟ ايه؟ لا مش سرحان يا عم. يا عم مودي انت سرحان في الكتكات اللي وقعت على الارض وجمع. لا لا حلو. مفيش الكلام ده. قول له يا عم. سرحان في اوريو. طب بقول لك يا وليد، على فكره انا عارف البيت دي اسمها ملك وبتصلي معايا في الكنيسه. كنيسه؟ ده بجد بتهزري؟ ده بيقول انه بيلخص حلو جدا. بالظبط انا هكلمه دلوقتي بسرعه. ايه نعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف بس هنروح بي اس. اوبا الايكون ده مين يا اخويا؟ جابه منين يا عم؟ جابه من بابا صالح بتاع اتحاد النيل. ايه ده؟ سمعني هيقول ايه؟ الو لو سمحت، انا كنت عارفه ان انت بتلخص المراجعات، انا كنت عايزاك تخلص لنا المراجعه. طيب تمام ماشي، وانا بعمل المراجعه والله بتجيني. طيب تمام مفيش مشكلة، خلاص اوكي ماشي تمام. ماشي عزيك يا ميكا العبو تاني. بقول لكم ايه، النهارده العزومة عندي، روح البي اس وانا راح عشان احاسبه. الله الله الله. بس حلو الويف اللي انت عاملاه النهارده ده يا ملك. ايوه انا عارف. كنت عايز اقول لك على حاجة. وانا كمان، بس قول انت الاول. طب ما تقوليش انت الاول ليه؟ لا قول انت الاول. ملك انا، طب نقول احنا الاثنين مع بعض، حلوه دي. طيب ماشي اوكي. واحد اثنين ثلاثه. انا بحب حجر وعدي بيك بجد. متقلقش هتبقى كويس. عايز اقول لك على حاجه، انا كتبت لك كل حاجه باسمك، عايزك كل شهر تطلعي مبلغ للكنيسه. مش هي اللي جابك هنا؟ عامل ايه يا مصطفى؟ الحمد لله كويس يا حبي. خير يا مصطفى؟ لا انا مش جالك في خير خالص. اختك الهاني بتحب لي واحد يا مسلم. اللي انت بتقوله ده الكلام ده حقيقي؟ ليه عملت كده؟ يا وليد ليه؟ وانت ليه كل حاجه انا بحبها انت بتاخدها مني؟ حتى البنت اللي من ديانتي حبيتك انت وما حبيتنيش انا. عارف يا مصطفى؟ انت كنت اغلى حد في حياتي. ما حبيتش حد قدك وكنت بستخسر اي حاجه فيا عشانك. وعلى فكره الحب القلوب مش بالديانه، ربنا لما خلقنا خلقنا بقلبنا مش بديانتنا. مش عايز اشوف وشك تاني، فاهم؟ وما عندك عايزك بس تخلي بالك من نفسك. انت هتبقى كويس ما تقولش كده. ما فيكيش حد خير يا مال، عايزك تخلي بالك من نفسك. ما تقولش كده. وليد وحشتني. مبقاش ينفع يا ملك، مينفعش. حبينا بعض في ظروف غلط، ما كانش ينفع في يوم من الايام ان انا افكر ان انا احبك. مش انا البنت الجدع اللي بتقول راجل؟ وانا كمان كنت راجل معاكي، بس ما ينفعش. فاكره لما جيتي حكيتي لي ان مصطفى كان بيضحك عليك وبيستغلك علشان الفلوس؟ روحي لو في مره اختاري في حياتك راجل صح يكون من ديانتي. خلاص يا وليد، ربنا يعوضك باللي احسن منه. وليد انا عايز اقول لك ان انا لقيت الشخص الصح اللي هو انت، وانا بحبك قوي.
انا كمان بحبك اقسم بالله. اقول لك كلمه واحده بس، انت طلعت صح كل كلمه قلتها لي، وانا فرحان لكم جدا، وكمان عرفت ان انت فاعل الخير اللي كنت بتجيب العلاج لامي. ايه ده يخرب بيتي؟ يخرب بيتك انت، ما تركز في واحده بس. الله، هو انت افضل سنجل كده على طول؟